علينا أولا أن نفصل بين ما يحدث حاليا يعني من حديث حول الحدود البرية، وهو أمر مختلف تماما حسب القرار 833 والذي تم الموافقة عليه في مجلس 13 عام 1994، وما يسمى بالحدود البحرية، وهي موضوع الحديث في هذه اللحظة حاليا. نعم، الحقيقة هي صدقت بما تسمى باتفاقية الملاحة المشتركة للعام 2012 في حكومة السيد المالكي آنذاك، وكانت هي يعني الشرط الوحيد لخروج العراق من البند السابع، ومن ثم ألحق بكذلك بقرار اللي هو إكمال التعويضات، وقد عوض العراق بما يقدر ب 56.2 مليار دولار للكويت. لكن الحقيقة مسألة المياه لحد هذه اللحظة، يعني هناك تشهد جدل بين الكويت والعراق، لسبب أن الكويت فعلا هي تحاول أن تأخذ ما تستطيع. وأنا الحقيقة سمعت تقرير الزميل قبلي، والحقيقة كان واضح المعاني. القرار اللي هو طبعا الملاحة المشتركة، يعني هو يعطي حصة للملاحة الكويت في خور عبد الله، وهي استغلت هذا الأمر لعملية ترسيم ما بعد ذلك. والحقيقة أن هناك جزر صناعية ثلاثة تحديدا، هي فيشت الإيدز وفيشت الجايد والنوب، وهي ولو افترضنا طبعا هذا يعني حديث جانبي، ولو افترضنا أنها طبيعية كما تدعي الكويت، فهي بالتأكيد ستكون من غريم العراق، وبالتالي يجب أن نقسم عليك وليس ضد العراق. فقامت على هذا الأساس باستصدار قرار يسمى 317 للعام 2014، يعني ما بعد القرار الأممي، ورسمت خط مائل آخر بموجبه أخذت من العراق بما يقدر بشكل مائل بين 3 إلى 24 ميل بحري إضافي، فتغيرت مجمل الخارطة ليصبح للعراق، يعني ليصبح العراق منطقة حديثة بحريا، ومن ثم صادرت حتى المنطقة الاقتصادية نعم العراقية ككل، وذهبت للتفاوض بشكل متكرر مع إيران، ولحد هذه اللحظة يعني هي تتفاوض بمعزل عن العراق. يعني هكذا هي الصورة، وأعتقد أنه أنا أعتقد ربما وصلت للقناة الكريمة عن طريق مراسلينكم، يعني رسمت خارطة بالاستعانة بخبراء يعني بشكل دقيق. يعني حتى لو احنا فرضنا انه بقينا على القرار السابق، يعني كان امميا يعني افضل من اللي حاليا جاي يسوي. والواقع يقول ان هناك فقره بالقرار 833 يقول ان تلاعب احد الطرفين بما تم الترسيم له فستذهب بشكوى للامم المتحده للطعن بمجمل القرار. فهذه يعني فرصه جيده، ولا نرى بصراحه يعني تحركات واضحه المعالم. نعم واعتقد انه انا كتبت مؤخرا أن الطريق واضح، وهي خارطة الطريق على العراق أن ينمي قوة بحرية تستطيع أن تحرس هذه المنطقة.